السلام عليكم حبيباتي، كدايرين؟ لبس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير، اموركم كل على خير ان شاء الله، دائما ناشطين فرحانين وسعداء يا ربي. كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم اللي كتخليو ليا، على تعليقاتكم الطيبه لهلا خطيكم. وكيف العاده ما نبداش اي فيديو بلا ما نشكركم. بزاف منكم اللي طلبتوا مني انني نحط لكم هاد الحلوه ديال دواز اتاي في فيديو خاص، لان فعلا كتستحق التجربه. راه البنات راه ما كتشيط منها، ما شاء الله تحبه، كتجي بنينه شيشه. جربوها لوليداتكم وردوا عليا، واهم حاجه اقتصاديه، مقاديرها متوفره في كل بيت. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ديروا لي جيم 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 جيم. نخليكم مع الفيديو البنات بفرجه ممتعه. كنحضروا هاد دفعه واحده وكتجي شيشه وكتجي بنينه وفنه، غادي تعجبكم لوليداتكم الكوتي اولا كتحطوها وقت ما بغيتوا تفطروا ولا اللي يعجبكم. اقتصاديه بزاف وكتجي لذيذه، ضروري كاملين تجربوها. عندي هنا 60 غرام ديال الزبده، انا استعملت الزبده الحيوانيه يعني زبده العبار، نتوما ممكن تستعملوا اي زبده كتفضلوا اولا اي حاجه كتفضلوها. عندي جوج المعالق كبار، 60 غرام هي جوج المعالق كبار ديال الزبده. غادي نزيد عليها واحد 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال السكر سنيده هي كاس عنبق الربع، وكتبقى عاوتاني الحلاوه على حسب الذوق، لان غادي ندهنوها بالكونفيتير، يعني ممكن تنقصوا ولا تزيدوا على حسابكم. غنزيد واحد هذا سكر فاني بالنكهه ديال الزهر، بالنكهه ديال زهره البرتقال، كتعطي واحد النسمه زوينه بزاف. وغادي نزيد واحد رشي واحد الحكه هكا ديال الحامض، باش كيعطينا واحد المذاق زوين. راكم عارفين الزهر والحامض كيتواتاو بزاف، غير واحد الرشه خفيفه تعطينا في هذيك النكهه. انا بغات تحك هكا، وقولوا لي البنات الاقتراحات واش كيعجبوكم. صراحه فرحت بزاف تعليقاتكم والله ودعواتكم، ما نعاودش لكم البنات ملي كنقرا دوك التعاليق، وراه وليت كنجاوب على التعاليق كامله. كنخصص لكم اكيد الوقت ديالكم كيف ما نتوما، الا ما جاوبتش راه كتكون غير شي حاجه وصافي. فالله يكبر بكم على الوقت اللي كتعطوني وكتشجعوني، وهذيك الكلمه الطيبه كنحس بها فعلا ان عندي اخوات كيبغيو لي الخير. هلي خطيكم والله يكبر بكم وتنتوما هكاك. القشره الحامض دابا غادي ندمج هاد الزبده هادي، لان دابا البرد غادي ندمجها مع هاد السنيده هادي وهاد الحامض وهداك الزهر حتى كيندمجوا مع بعضياتهم مزيان، عاد غادي نضيفو كاس معمرش ديال الزيت. الى عندكم البنات البيض كبير ديروا غير بيضه واحده، انا عندي واحد البيض صغير هانتوما شوفوا صغير بزاف. اما هاد الحلوه راه ملفه كنديرها غير بيضه واحده، ولكن كتكون مهوره ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي على دوك الحريشات مالحين في الفران، غادي نحضرهم معكم كيجيو واعرين بزاف ان شاء الله. نحضرهم معكم نيت في الروتين ديال الغدا، راه وليت البنات كندير لكم غير روتين، مابقاش كنحط الوصفات بوحدهم، لان ما كيلقاوش صراحه فئه قليله اللي كتبغي غير فيديو الوصفات، يعني كتبغيو اللي يحمسكم اللي يدير لكم روتينات. ومهم قولوا لي تعاليقكم نتوما والراي ديالكم. صافي ها نتوما ديك الزبده خلطتها مع داك السكر سنيده، غادي نزيد كاس معمرش ديال الزيت 100 مليلتر اولا 120 مليلتر، اي كاس عبروا بها، انا كنعبر غير بهذا ديال اتاي. ندمجوا مزيان هذا الزيت حتى هي. من بعد ما كندمجوا الزيت مع الزبده والسكر، غادي نزيد هاد جوج بيضات لي صغار، الا عندكم بيض كبير كيف قلت لكم ضيفوا غير بيضه وحده كافيه. وغادي نحتاجوا واحد نص كاس ديال النشا اولا مايزينا، نص كاس ديال العنبه اولا 3 ديال المعالق كبار، كنعطيكم بالكاس وحتى بالملعقه اللي كتكون كبيره ديروا 3 المعالق. كتجي هاد الحلوه هش منها ما كاين، وكتح يعني واخا تبقى عندنا مده طويله كتعطينا واحد المذاق زوين وما كتبردش دغيا. قولوا اصلا على هي غتبقى لانها بنينه غادي تتكال، الصراحه كتجي فنه. غادي نحرك هكا مزيان. المهم البنات انا الطراب عندي في يديا بكري، راه ما كان لا طراب لا والو. والله الا كانت ديك الساعات امي كتجيب القصريه كتحطها كتفرج حصيره هكا في المراح وتحط القصريه للارض وكلشي تيجلس للارض، وكيجيو الجيران يعاونونا في الحلوه. صراحه ايام لا تنسى والله، الا كنا غنديروا الكراوش ولا كيتجمعوا كاع عمال يضرب كيجيو عندنا للدار. فرشوا حصيره والقصريات وداك الشيء طبيعي، شي نهار نديرها معكم البنات اش بان ليكم. نقارضوا الصراحه بزاف، ولكن حنا في دارنا باقي عندنا دوك الاجواء الصراحه. صافي ها نتوما كيتعجبني البنات ملي كنوصل لهاد المرحله
كيعجبني الخليط كيكون هكا الملمس ديالو حريري. صافي غادي نزيد دابا نص كاس ديال النشا اولا ثلاثه المعالق كبار، وغادي ندمج غير بشويه هنا في هذه المرحله لان النشا كطير حيت خفيفه هي بزاف في الميزان ديالها. غادي نحرك وغادي نضيف الدقيق حسب الخليط، وغادي نضيف 4 غرام ديال البيكين باودر، غنضيفو غير نص خماره ما نضيفوش بزاف باش ما تجيناش الحلوه منفوخه بزاف مع فيها النشا باش تجينا هشيشه وما تبردش دغيا. غادي نزيد هكايا نص خماره صافي، ونضيف الدقيق بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. وكيف كنقول لكم دائما الحلوه بغيتوها تبقى لكم هشيشه ما تكثروش الدقيق بزاف، يعني ما تجيش مدقصه هكا وتقصحوا العجينه، خليوها شويه تكون رطبه باش كتجي هشيشه، لان فاش كتدخل الفران راه الفران كيزيد يقصحها. صافي هنا البنات غنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه وغنقول لكم تقريبا شحال ديال الدقيق. انا دائما عيني ميزاني ولكن غنقول لكم تقريبا شحال ديال الدقيق خدات ليا، تقريبا ما بين 400 غرام ديال الدقيق حتى ل 500 غرام. دائما ندخلوا الكميه ديال الدقيق اللي نديرو عاد نزيدوا كميه اخرى، حيت بعض المرات كيبقى الدقيق سميتو وتا يدينا ملي كنبقاو خاشين يدينا في هذه الحلوه كتبان لينا بلي خاص هذا الدقيق، وهي لا، دائما واحد اليد تبقى خاويه باش نبقاو نقيسوا بها العجينه واش صافي، يعني ما نحتاجوش نزيدو. صافي انا غنجمعها ونوريكم كيفاش ولا الخليط. هي البنات من بعد ما جمعت العجينه تقريبا خدات ليا غير شي 300 غرام ديال الدقيق، مهم كتخليوها ضروري ما تكون خفيفه الا بغيتوها تجيكم هشيشه وكتذوب في الفم، فضروري ما تكون خفيفه. دائما عينكم ميزانكم، قلت لكم قبيله من 400 ل 500، لا البنات غير 300 غرام واحد ثلاثه الكيسان ديال العنبه اولا قل على حسب الدقيق اللي عندكم واش كيشرب ولا لا. خديت هنا واحد بابي سولفوريزي اولا ورق ديال الفران باش غادي نديروها دفعه واحده، يعني منها التزيين منها غادي قطعوها وهي مازال ما طابتش دفعه واحده، يعني ما تحتاج لا طوابع لا حتى شي حاجه. كنحطها هكا فوق بابي سولفوريزي ونحاول هكا نطلقها بالمدلك ولا غير بيديكم، مع انا خليتها خفيفه شويه من بعد كملت ليها هذا قرصتها غير بيديا. المهم قرصوها تكون شويه رقيقه لان درنا فيها 4 غرام ديال الخميره باش ما تنفخش بزاف، كتجي بحال صابلي وكتجي بنينه والله البنات الا كتجي لذيذه. داك النكهه ديال الزهر وغادي نديرو داك الكونفيتور ديال المشمش راه كتجي خطيره بزاف. صافي غادي نحاول هكايا نقرصها هكا او نقرصها نرققها مزيان وعلى حسب الطاوه ديالكم ديال الفران، خديت انا هاد الطاوه الكبيره ديال الفران وغادي نقطع هاد الجوانب هادو ديال الكاغيط ديال الفران باش يجيني مقاد باش ما يجيونيش هكا الجناب ديال الحلوه طالعين. هنايا جاتني شويه طويله وحاولت نقرصها شويه للعرض، المهم جاتني تقريبا هي هذيك. ما غاديش نثقبها بالفرشيط لان ديجا قرصتها مزيان ما غاديش تحتاج. صافي غادي نحاول نقادها مزيان بهكايا باش كتجي متساويه، وغادي نجيب الكونفيتير اولا اي نكهه كتفضلوا. انا درت الكونفيتير ديال المشمش الجاري، هذا البنات راه هذا راه كبر معانا راه لقيناه لقاه وقيله والدينا صراحه. هاد الكونفيتير هذا فيه واحد المذاق مميز جدا يعني ديال زمان. صافي هنايا كنحاول ندهن الوجه ديال هاد الحلوه لان غادي نزينوها باللوز اولا عفوا كاوكاو ايفيلي. ملي كطيب هكا من الفوق تيجي كراميليزي وكيجي غزال بزاف كتعطيه واحد البنه رائعه. صافي غنحاول ندهن ليها الوجه مزيان بالكونفيتير تقريبا حتى لخمسه المعالق هكاك، ندهنها كامله وغادي نزين بكاوكاو. انا الصراحه عندي غير كاوكاو ايفيلي، الا عندكم لوز ايفيلي راه كتجي في المذاق عاوتاني خطيره، انا عندي كاوكاو هو اللي غادي ندير. مهم حيت كاوكاو ايفيلي كيكون شويه كبير فحاولت نهرمشو هكا ما بين يديا باش ما يجيوش دوك الحبيبات ديالو كبار وما ياخدش ليا كميه كبيره. ممكن ديرو حتى كاوكاو صغير تاخدوه وتهرمشوه وديروه وخليوه هو يتحمر معاه هكا في الفران، لان ملي غنشعلو عليها من الفوق غتحمر راسها. غادي نزين هكا بكاوكاو مزيان وغادي نجيب هكا واحد القطعه ديال البيتزا ولا هاد القطعه هادي، وغادي نحاول هكا نقطع في الاول على شكل طولي ونقطعهم على شكل مربعات عاد ندخلوها للفران باش ملي كتخرج يعني غير كنقيسوها كتهرس وكتجينا كميه كبيره. والله البنات كميه وفيره وكتجي فنه فنه والله الا حمقات بناتي، وديجا كنديرها ليها المدرسه والله حتى كتعجبها، جربوها ضروري. غندخلها للفران ما شعلتوش من قبل، نشعل عليها من التحت حتى كطيب من التحت، عاد كنشعلوا عليها من الفوق كراميليزا داك الكونفيتير مع داك الكاوكاو كيعطيو واحد المذاق زوين
كيبانش باللي كاوكا والله بحال اللوز كيجي في مذاق. شوفوا معايا كتجي رقيقه لان ديجا قرصتها مزيان. صافي غادي نحاول هكا غير نفرقهم مع بعضياتهم لان اصلا قطعناها، ونقدمها لكم بالصحه والراحه. ضروري ما تجربوها وتردوا عليا. هو الشكل ديالها النهائي، كتجي فنه بزاف ورقيقه بحال صابلي، واحسن في المذاق الصراحه. كيجي مذاق خطير، ديك النكهه ديال الحامض وديك النكهه ديال ديك زهره البرتقال. ممكن ديروا فاني بطبيعه الحال اللي ما تيبغيش نكهه الزهر. شوفوا معايا ديك الكونفيتير مع داك الكاوكاو، كيف قلت لكم جا كراميليزي وعطى واحد الطبقه بحال مقرمشه شويه، كتجي هشيشه فنه. شوفوا من التحت كيفاش كتجي، فعلا كتحمق مع شي كاس ديال القهوه ولا مع شي براد تاع اتاي. يا سلام، انا بغيتكم تجربوها زعما وتردوا عليا، راه اقتصاديه. كيف قلت لكم الا ما عندو الا عندكم بيضه بيض البيض كبير ديروا غير وحده. شوفوا كيفاش كتجي هشيشه. راه دائما البنات انا معروف عليا المصداقيه، ضروري ملي كندير شي حاجه راه كتشوفوني كنقطعها قدامكم وكنقسمها قدامكم، وهذا دليل على انني كنحترمكم وكنبغي نقدم لكم شي حاجه اللي تجربوها وترحموا ليا فعلا عليها الوالدين. لهلا يخطيكم البنات، دوزت معكم روتين زوين، حسيت بانكم جالسين معايا وانا كنهضر معاكم. لهلا يخطيكم عليا، خليت لكم الخير والربح وكل حاجه زوينه يا ربي. الله يعطيكم ما تمنيتو، وما تنساوش لي هذيك البصيمه الا وصلتو حتى لهنا. والسلام.